اللقاء في إطار البرنامج التواصل الذي داروا المكتب الوطني مع عدد من الفروع. أول فرع جات هو فرع مدينة خليبقالي، هو فرع جديد تأسس قبل المؤتمر بسنة تقريبا. هذا اللقاء التواصلي كان منصب بالأساس على مستجدات المؤتمر الوطني الأخير السابع للترفيه والتضييق، أيضا تقريب الفنانين من المستجدات المتعلقة في الساحة الفنية، خصوصا في الجانب ديال القانون الفنان، المشاكل اللي مطروحة الآن في تنزيل القانون، وأيضا راه مجموعة من المشاكل المرتبطة بتجربتهم داخل مدينة خريبكة والآفاق المستقبلية اللي كيشتغلوا عليها، طبعا باستفادة من التجربة ديال المكتب الوطني اللي على الأقل أنه كي عنده بنك معلومات بخصوص التجارب ديال الفروع الأخرى، واللي كيحاول أن يمد بها الفروع اللي هي حديثة التكوين، خصوصا الفرع ديال خريبكة، خاصة أن خريبكة كمدينة مدينة تاريخية معروفة بالعمل المسرحي، وأيضا أنه ما ننساوش أنه آخر مكتب أخير اللي كان قبل المؤتمر اللي كان عضو فيه قبل الوفاة ديالو السي محمد مصطوي اللي كان عضو ديال المكتب الوطني، وبالتالي أنه المكتب الوطني عنده علاقة حميمة مع مدينة خريبكة ومع فنانية. آمل أنه الخلاصات اللي خرجت من هذا اللقاء هذا تستثمر على أرض الواقع، في أفق أنه تكون لقاءات أخرى وتواصل أخرى، ولكن تكون في شكل ورشات عمل اللي ممكن تطور مجموعة ديال آليات الشغل، سواء عند الفرع أو عند الفنانين اللي منتمين للفرع أو اللي غير منتمين للفرع. وجميل أنه العدد الكبير ديال الحضور اللي كان كيشجع على أنه الآفاق المستقبلية غادي تكون أحسن. مشكور الأستاذ الزبوري على تتبع الدائم لكل الأنشطة الثقافية واللي عندها علاقة بالفنان بصفة عامة والمتابعة بصفة خاصة. اللقاء اليوم هو لقاء اليوم اللي كان هو اللقاء الأول بعد سنة من تأسيس النقابة المهنية في المنظمة، اللي صراحة وفق واحد السؤال كبير على كيفية الاجتماع بعد أن أمرت يعني المكتب الوطني باللقاءات التواصلية، يعني خاصة تسناو القرارات المركزية على كيفية ديال الاجتماعات. اللقاء اليوم أنا كنت كنتظر منه على أنه يكون شرح بنص ساعة لمضامين القانون الأساسي المنطقية في المؤتمر الوطني السابق في دار المنطق. أنا كنت كنتظر هذا الشيء، لكن الإخوان لا سي زروال لا سي جي تي ما طبقوش يعني بشكل كافي، وما اكتفوا فقط بالكرونولوجي بالأشياء اللي هي أصبحت الآن معروفة، لأن هم كيسحبوا بأن ما تدخلش. الاشكالات اللي كيطلب اللي كنتمنى ان النقابه انها يعني توصل لها الحل وهو المهنيه. انا ملي كنتكلم على المهن يعني رزقه شغله الشاغل هو الفن، هو يعني المسرح، هو السينما، ولا هو التاليف، ولا هو الاعداد الى غيره. لكن هناك ازدواجيه من ناحيه ان كاين هناك عده ممثلين اللي هما الان متفرغين، يعني ممثل ولا مخرج ولا منتج اللي هو في وزاره الثقافه ولا في وزاره الداخليه ولا في وزاره الشباب والرياضه، ولكن هو متفرغ للفن. وهنا كيطرح سؤال، واش يمكن لنا اننا نخليه خدمه المواطن ونتجه للفن؟ هذا اشكال واحد. اشكال ثاني، هاش يمكن لنا احنا يعني كهوان وكممثلين اللي ما عندناش عمل مثلا، واش حنا كنستافدوا كيف ما كيستافدوا هذوك الناس اللي هما قراب من مراكز القرار؟ هذه زوج. واش هذه الازدواجيه كتنصف الممثل المتفرغ ولا الفنان المتفرغ؟ اذا هذه ثلاثه كنتمنى ان وانا كنتمنى ان هذه الاسئله وهذه الاشكالات تجاوب عليهم النقابه، ومن خلال الطرق ديال التكافل واش يمكن انه يغطي جميع الحاجيات والمستلزمات والمتطلبات ديال الفنان، الحاجيات اليوميه. الفنان ما عندوش حاجه اللي هي موسميه ولا هي ثانويه، عنده حاجات يوميه. هذا في الاسبوع الفريق كان عندنا عبد اللطيف خمولي عنده مشكله ديال السكن، واش النقابه غادي تفوت غير هذيك المشكله ديال السكن؟ واش النقابه غادي تفوت المشكله مثلا ديال زهر السليماني اللي هي دابا الان كنتمناو ليها الشفاء العاجل، كاينه دابا الان في السبيطار العسكري، لو التدخل الملكي ما غاديش يكون، هذا ما تكونش كاع في السبيطار العسكري. هاد الاشكالات، هاد الاشكالات واحتياجات يوميه. احنا
حنا الان كنتواجدوا بمدينه خليقه في اطار لقاء تواصلي مع الفرع الاقليمي في خليقه اللي كنظموا الفرع الاقليمي للنقابه المغربيه للفنون الدراميه. هذا اللقاء التواصلي يعني كان غني وهو من بين الفرع الاقليمي للمغرب، وكان غني بحضور المنخرطين ديال الفرع، وكان غني ايضا بالمساهمات وبالاسئله الفعاله والطموح، وتحاول ما امكن انها تعرف اولا يعني المسار والدور اللي كتقوم به النقابه المغربيه للفنون الدراميه، وكذلك حتى طرح بعض الاسئله اللي كتحاول ما امكن انها تعبر على 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 على, 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 على الفرع، وتعبر على المستوى ديال النضج اللي وصلوا ليه المخرطين ديال النقابه ديال الفرع. وبطبيعه الحال اللقاء التواصلي هضرنا فيه ايضا على الافاق المستقبليه للترافع والنضال في اطار نقابه المغربيه للفنون الدراميه. لا تنسوا تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس.